فضيلة الشيخ، لو رجل في رمضان يصلي أول الليل في مسجد وآخر الليل في مسجد، هل يكون الأجر مثله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني في قيام رمضان، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. أفهمت؟ فإذا صلى مع الإمام الأول ثم صلى مع الثاني لم يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأنه الآن جعل قيامه بين رجلين، فيقال له: إما أن تقوم مع هذا من أول الليل إلى آخره، وإما أن يفوتك الأجر. نعم.